Une société anonyme a été constituée le 1-1 2010 avec les apports suivants: fonds de commerce 100 000 dirhams, matériel outillage 59 dirhams, matériel informatique 39 dirhams. Les apports en espèces à déterminer. Le capital de la société 400 000 dirhams. Les frais de constitution 13 000 réglés par chèque bancaire. Le jour de constitution, libération de minimum légal. Le 1-3 2010, l'appel deuxième quart, libération après 30 jours. Le 1-5 2010, appel troisième quart. Normalement, on a dit que libération après 30 jours. On a blâmé à cette jumla, on a détaillé que le 35-2010, tous les actionnaires ont répondu à l'appel sauf un actionnaire souscrit 5 actions, n'a répondu à l'appel que le 36-2010. Les statuts prévoient un taux d'intérêt de retard, à Sharaf Mia. Le 1-8-2010, appel de 4e quart. Le 38-2010, libération favorable. La valeur nominale de l'action, 1000 dirhams. Normalement, باش نقدروا نجاوبوا على التمرين غادي نصايبوا واحد الطابلو ولا هنا واحد الملاحظه. نورمالمون هاد الشركه تكريات نهار 1/1/2010، ما قالوش لنا شحال من شخص كرياها، مي قالوا لنا غير اشنو جابوا، سي تادير هاد الفوند كوميرس، الماتيريال اوتياج، الماتيريال انفورماتيك، لي زابور اون اسبيس، هادو هما المكونات تاع الكابيتال، على اساس ان الكابيتال الشركه شحال هو 400000 درهم. دونك غنديروا واحد الشيما بسيطه باش نقدروا نفهموا بها. دونك الشركة غادي تكري واحد الكابيتال ديال 400000 درهم، والكابيتال ديالنا في هذه الحالة مكون من جوج الأنواع تاع لي زابور. كو قلنا أن هاد الأمور اللي كيجيبو دوك لي زاسوسي ولا لي زاكسونيغ باش يأسسو الشركة كيتسماو لي زابور، مي هادو كينقسمو على جوج. دونك إلا رديتو البال، هاد الثلاثة الأولين سون دي زابور كيتسماو ناتور، أما الفلوس اللي هما لي سبيس راه هما لي زابور نيميريك. Alors, le capital d'Yannick est un casse le juge, qui est un casse des apports nature ou des apports numériques. Chal, le total c'est les apports nature, qui est 100 ou qui est 50 ou qui est 30. Donc, il est chal, 180. Donc, les apports nature ou 180 000. Et là, l'élément que le capital coule ou 400 000 dirhams. Ou bien, on a les apports nature 180. Chal, bqa. Chal, bqa. هي 220. دونك التوتال تاع لي زابور نيميرير 220. دونك حنا يلاه جاوبنا على اول حاجه، كو هاد القضيه تاع لي زابور اون سبيس ا ديتيرميني راه هو 220. كيف درنا ليها؟ بالقاعده كو الكابيتال كيساوي لي زابور ناتور زائد لي زابور نيميرير. حنا عندنا الكابيتال وعندنا الناتور، دونك حنا جبنا نيميرير. نكملوا باش نفهموا اشنو جرى. بون هاد لي فري دو كونستيتيسيون عقلوا عليها، عمرهم ما كيدخلوا في الكابيتال، يعني الكابيتال ديال الشركه ما كيدخلوش فيه هاد لي فري دو كونستيتيسيون. الكابيتال اش كيدخل فيه؟ كيدخلوا فيه فقط لي زابور. لو جور دو كونستيتيسيون ليبراسيون دو مينيموم ليغال، اش كتعني هاد الجمله؟ شنو كتعني؟ مناش واخا لو جور دو كونستيتيسيون راه هو هذا، هو نهار 1/1/2010. شنو جرى في هاد الشركه؟ كو هاد الناس بغاو باش يبداو الخدمه في راس مالهم 400000 درهم، وقلنا 400000 درهم مقسمه 220000 درهم اللي هي فلوس اسبيس، ومقسمه لدي ماتيريال اللي لا فالور ديالهم هي 180000 درهم. شنو داروا معاهم؟ هاد 220000 درهم كثيره، ما قدروش يجيبوها كل نهار الاول. شنو داروا النهار الاول اللي هو جور دو كونستيتيسيون؟ جابوا فقط شحال؟ المينيموم ليغال. نهار تسمع المينيموم ليغال تجي دير قدامها 25%. دونك فين ما تسمع مينيموم ليغال راه هو 25% اولا البروميير كار، راه بحال بحال. يعني النهار الاول شحال جابوا لينا هاد لي زاكسيونير اللي بغاو يأسسوا الشركه؟ قدروا فقط يوفروا 25% من لي زابور نيميرير. هنا فين كيكون البياج؟ كاينين دي زيتيديون كيشوفو كو هاد لو جور دو كونستيتيسيون ليبيراسيون دو مينيموم ليغال، وكيفهمو انها 25%، وكيمشيو كيقول لك راه 25% ديال الكابيتال. نو، 25% من اي حاجه فيها غير الفلوس. علاش؟ حنت مثلا هاد الفوند كوميرس، ولا مثلا مشيو غير هاد الماتيريال انفورماتيك. شنو ماتيريال انفورماتيك؟ نقدروا نعتبروه هنا على شكل بي سي بيرو ولا دي بي سي، ياك؟
واش هاد لي بيسي يقدروا يتقسم، يقدروا يجيبوا لنا الربع ديالهم؟ نو، كيجيبوا البيسي كله. دونك ديما لي زابو ناتور كتجي منهم 100%. دونك نيميرا قلنا جابوا لنا 25، شحال هي 25 تاع 220؟ هي 55000. بما انهم جابوا 55، شحال باقي عندهم؟ شحال؟ 75. اللي هي شحال؟ بغيت انا لو فالور 165. دونك باين دابا الكونتكست تاع التمرين، الكابيتال 400000 درهم، جابوا لينا منه 100% تاع لي زابور ناتور اللي هو 180. باغ كونطخ لي زابور نيميغي شحال جابوا لنا؟ 25. باش عرفناها فاش قالوا لينا هاد الكلمة تاع لو جور دو كونستيتيسيون ليبيغاسيون دو مينيموم ليغال؟ بما انهم جابوا 25% اللي هي 55، شحال بقى عندهم؟ اللي هي 165. هاد الهضره كلها اش خصنا نديرو لها؟ اش نديرو لها؟ الجورنال. الوغ الجورنال كيكون على هاد الشكل. شنو اول حاجه غنبداو بها؟ نورمالمون الجورنال راه مازال ما عندكش الدور، مازال غيبقى من التحت. كنرجع غير لهذا الشيما اللي درت وكنبدا دقه دقه. الكابيتال ديالي شحال هو الشركه؟ دونك هي اول حاجه غنبدا بها. مي ما ننساش عفاكم لكم لا دات، امتى كان لو جور دو كونستيتيسيون؟ لو 1/1/2010. اول حاجه كنبدا بها هو الكابيتال. الكابيتال هو 400000 درهم، صافي. الكابيتال مناش كيتكون؟ من دي زابور. خصنا نفرقو. المهم مناش كيتكون الكابيتال؟ ناتور او نيميرير. دونك غادي نجي هنايا وغادي نجي نكتب 34 61 ونعاود نكتب عاوتاني هاد الكونت. علاش؟ حيت 11 11 هو الكونت ديال من ديال الكابيتال، والكونت تاع لي زابور راه هو 34. ولكن باش نفرق بين نيميرير والناتور شنو كندير؟ كنزيد واحد الرقم اللي هو رقم واحد، وهنا رقم جوج. دونك درنا جوج تاع لي كونت. الكونت الاول راني غنكتب في الجنب عنده علاقه بلي زابور نيميغي، وهذا عنده علاقه بلي زابور ناتور. شنو درنا دابا؟ قلنا حطينا جوج تاع لي كونت. الكونت الاول عنده علاقه بالنيميغي، الكونت الثاني عنده علاقه بلي زابور ناتور. رجع للشيما ديالي، شحال هو المونطون تاع لي زابور ناتور؟ غادي نجي نكتبها قدامها. غادي نجي نكتب 180. شحال هو المونطون تاع لي زابور نيميغ؟ 220. ولكن واش 220 خديناها كلها؟ نو، خدينا فقط باش عرفناها في التمرين فاش قالوا لنا كلمة المينيموم ليغال. دونك غناخد داكشي اللي خديت اللي هو 25 اللي كيتساوي 55000، وغادي نحطها قدام هذا. مي على حسب البرانسيب تاع الكونتا جينيرال كو راه ما كاينش هنا ليغاليتي. علاش؟ حيت باقي هذا الكونت ما درتش لي ليكريتور ديالو. دونك عقلوا على الكونت ديال داكشي اللي بقى من نيميغ اللي باقي ما خديناش، الكونت ديالو هو 11 19. شحال غنكتبو قدامو؟ 165. دونك دابا يلا درنا ليكريتور تاع لو جور دو كونستيتيسيون. لي ليبيلي ديالو اش كيتسمى؟ بروميس دابور. شنو كنقصدو بروميس دابور؟ يعني راه هاد لي زاسوسي هادشي كامل راه غير هضره. شنو الهضره اللي دازت؟ هو انهم اتفقوا ان الكابيتال يكون 400 ويجيبوا لنا 100% تاع الناتور ويجيبوا 25% تاع النيميرو وتبقى عندهم شي حاجه. دونك كنكتبوا ليبيليك اللي هو بروميس دابور. الجورنال الاول بما ان ليبيلي ديالو هو بروميس دابور، الجورنال الثاني كتسمى ليبيغاسيون بروميس او لا رياليزاسيون بروميس. يعني الا وعدك شي واحد بشي حاجه هنا كيخصو يوفي بها. العمليه ساهله، كنشد هاد جوج لي كونت هاد البيضين هادو وكانانيليو. بمعنى الا كانوا في الدي بي هنا فين غادي يوليو؟ داكشي اللي غادي ندير. دونك غادي ناخذ هاد جوج تاع لي كونت اون كريديتيوم هنا، وغادي نكريديتيوم بلي مونطون اللي قدامو 34 61 1. شحال قدامها؟ غادي نجيو نكتبو هنايا 55. وهاد 55 واش هو مونطون تاع النيميغي ولا الناتور؟ والنيميغي شكون هو؟ راه هو الفلوس، والفلوس اللي جات فين كتدخل؟ دونك هنا غادي نجيو نديرو لابونك.
وغادي نحط هذا المونطون قدام صافي. انا دابا في هذا غير كنحاول نسابلي في نورمالمون راه خصنا نحترموا الترتيب ديال لي كونط. بحال مثلا هنايا راه خاص 11 19 هي اللي تكون سابقه، ولكن حنا غير دابا كنسامبليفيو صافي. 34 61 2 شحال قدامها؟ 180 هايا. ولكن واش هاد 180 اسبيس فلوس ولا غير هي لا فالور ديال شي حوايج؟ وشنو هما دوك الحوايج على حساب التمرين؟ هاهما فوند كوميرس ماتيريال اوتياج ماتيريال انفورماتيك. هاد ثلاثة خاصني نكون عارف الكونت ديالهم على حساب البلون كونطابل باش نجي نكتبهم هنا. شكون هو الكونت تاع الماتيريال اوتياج؟ دونك باش نديطايي ديما لي زابور نيميرير المقابل ديالهم كيكون هو لابون. لي زابور ناتور كنجي كنديطايي اشنا هما دوك لي زابور ناتور اللي جابوا ليا لي زاسوسي. اول حاجه كاين الفوند كوميرس اللي هو 22 30. شحال هو المونطون اللي قدامه على حساب لي دوني؟ 100000 هي اللي غادي نجيو نكتب 100000. ثاني حاجه شنو هي ماتيريال اوتيه؟ شحال الكونت ديالها؟ ماتيريال اوتياج 23 32. شحال المونطون ديالها؟ 50000. ماتيريال انفورماتيك 23 55. المونطون 30000. دونك الجورنال الاول بروميس دابور هادو داكشي اللي ديما كيكون في لو جور. دابا هاد ثلاثه الجورنالات عندهم فقط علاقه غير بلو جور دو كونستيتيسيون. ها باقي ما وصلناهمش مازال، حيت هنا تزاتنا واحد الحاجه اللي هو لي فري دو كونستيتيسيون. هاهي راه ديجا كاينه في التمرين. ها انتم نعاود، راه هاد الجورنال اللي درت دابا عنده علاقه ديال هادشي تاع لو جور دو كونستيتيسيون. دابا الجورنال اللي غندير هو لي فري دو كونستيتيسيون. شنو هما لي فري دو كونستيتيسيون؟ هما دوك المصاريف ديال الملفات التنبير وداكشي ديال التاسيس ديال الشركه 13150. هاد لي فري دو كونستيتيسيون باش خلصناهم؟ فارشيك بونكير. اسال جورنال هو دات عليه فري دو كونستيتيسيون. فين ما كتسمعهم كتجي كدير 21 11 اللي هو اول كونت في الكلاس 2، والمونطون هنا باش خلصنا ولا الموين دو بايمون 13150 ياك. صحيحه ماشي مشكل. من بعد ما سالينا الجورنال تاع لو جور دو كونستيتيسيون خصني نشير واحد القضيه هنا. قالوا كيفاش؟ قالوا لنا ان لا فالور نومينال دو لاكسيون هو 100 درهم. نورمالمون الشيما اللي درنا هنا قسمنا الكابيتال لي زابور ناتور نيميرور، ولكن غير من وجهه نظر الفلوس. دابا خصنا نقسموهم من وجهه نظر لي زاكسيون. كاينه واحد القاعده وديما غادي تبقى كتعاود، كو قلنا الكابيتال اش كيساوي بلاتي لا القاعده الاولى الاصليه تاع لي زابور كيساوي لي زابور ناتور زائد لي زابور نيميرور. القاعده الاخرى كو الكابيتال كيساوي les actions ou la nombre des actions fois la valeur nominale. في التمرين شكون اللي عطاونا؟ عطاونا الكابيتال وعطاونا لا فالور نومينال. يعني شنو خصنا نجبدو حنا؟ لي زاكسيون. الوغ 400000 درهم اللي هي الكابيتال كتساوي النومبر دي زاكسيون. لي زاكسيون كنرمزو ليهم ب ان فوا في ان اللي هي لا فالور نومينال. لا فالور نومينال شحال هي على حساب التمرين؟ 100 درهم. دونك تعطات لا فالور نومينال هي 100. الوغ النومبر دي زاكسيون شحال هو؟ هو 400000 على 100. شحال كتعطي؟ 4000. اش كتعني هاد 4000 اكسيون؟ يعني الشركه كلها فيها 4000 اكسيون. يعني دوك الشركه ما عرفناش حنا شحال العدد ديالهم، كلهم مشاركين في 4000 اكسيون. كل واحد شحال غادي يكون في حقه؟ باغ من الناس اللي قادر نعرف انا الحق ديالهم هو هذا اللي كنذكر هنا. فينا شحال عندهم من اكسيون؟ يلا عنده 50 اكسيون. مثلا الا حيدنا 50 من هاد 4000 شحال كتبقى؟ غتبقى جو بونس 3950. فهمتوا دابا اللوجيك؟ دابا هاد 4000 اكسيون خاصني نعاود نقسمها، حيت هاد 4000 اكسيون راه سون دي زاكسيون سوا ناتور سوا. انا خصني نعرف هاد 4000 شحال من هاد زاكسيون نيميرير شحال من هاد زاكسيون ناتور. كيف غندير؟ كيف غندير؟ ها انتما شنو درت؟ خديت 4000 ياك وقسمتها على 100. شحال عطاتني؟ 4000.
سهلة. 4000 ندي طيه، شكون هي 4000؟ 400000 شكون هي؟ راه هي 180 زائد شحال؟ 220. ال 180 هو التوتال تاع لي زابور اش، وال 220 الوغ التوتال تاع لي زابور ناتور. بغيت نخرج منه لي زاكسيون، يكفي نقسم على لا فالور نومينال. شحال غتعطيني؟ 1800. ال 220 تيش غندير ليها؟ شحال غتعطيني؟ وراه الا جمعت هادو مع بعضياتهم غادي يعطيوني 4000. دونك شكون هي 1800؟ هو العدد تاع لي زاكسيون اش ناتور، صحيح. و 2200 هو العدد تاع لي زاكسيون نيمير. صافي كتبوا هادي باش ندوزو نكملو ليبراسيون. على حسب الشمال الاولى شنو قدرت نفهم انا؟ الكابيتال 400000 درهم، وكيتكون من القد والقد ناتور والقد والقد نيمير. هاد المونطون خدينا بقى عندنا ما نديرو به. دابا المشكل غادي يبقى عندنا مع النيمير. علاش؟ حيت النيمير فقط لو جور دو كونستيتيسيون. لو جور دو كونستيتيسيون شحال خدينا منه؟ 55. وشحال باقا عندهم؟ 165. شنو جاو قالوا لنا هنايا؟ قال لك لو 1/3/2010 ابيل دوزيام كار. اش كتعني هاد الجمله؟ واخا شنو كنقصد بالدوزيام كار؟ هو الربع الثاني. نورمالمون الربع الثاني شكون اللي قبل منه؟ الربع الاول، وراه هو المينيموم لي كان. دونك بحال التوتال تاع لي زابور نيميرير كيتقسم على 4. كيجيبوا لنا النهار الاول 25، من بعد هاد 75 كيزيدوا يقسموها عاوتاني. كيف كيقسموها؟ كتقسم حتى هي على 3، يعني 25 25 25. الوغ هاهي 25% الاولى هو المينيموم لي قالو البرومي كار. هادي شكون هي؟ الدوزيام كار، تخوازيام كار، والكاتريام كار. يعني الشيما اللي غدير مثلا تحط لكم شي اكزيرسيس بحال هكا، كتشد الكابيتال كتقسمو وكتجي النيميغي وكتعاود تقسمو عاوتاني. الا كانت 25% هي 55، شحال هي 25% الثانية؟ دونك راه هما نفسهم غادي يبقى 55. دابا شنو جرى؟ 55000 درهم الاولى خديناها ولا مازال؟ خدينا. دونك كنضرب على دابا اش حنا محتاجين؟ عاد نتابعوا معايا. الوقيته اللي كنحتاج الشيكار كندير جوج ديال لي زيطاب. ليطاب الاولى هو كندير لابيل. شنو كنقصد بهذا لابيل؟ هو كنقول لدوك لي زاسوسي راني محتاج دوزيام كار جيبوه ليا. امتى قلتها ليهم؟ وشحال عطيتهم اجل ديال شحال؟ تاع 30 جو. دونك هادشي اللي غادي ندير، غادي ندير لي كريتور الاول اللي كنبين فيه انني راني علمتهم، وغندير لي كريتور الثاني فاش انهم غيجيبوا لي فلوس ابخي 30 جو. دونك نهار تسمع ابيل كنجيو كنديروا هاد لي كريتور بسيط. نهار كيكون عندنا ابيل اول حاجه كناخذ لا دات ديال لابيل. امتى درنا حنا لابيل على حسب التمرين؟ لو 1/3 اش منها؟ 2010. لي زيكريتور اللي غادي يكون 34 62 11 19. باش نعاود ندير دغيا غابيل ديال لي كونت، اول كونت كيكون عندنا هو الكابيتال، والكابيتال كيتقسملاش لديزابور نيميغيغ وناتور. الكونت تاع لي زابور ناتور هو 34 61 جوج ناتور، والنيميغيغ وهاد الناتور هاد باردون النيميغيغ كيكون فيه واحد ليكسيبسيون ديال اش هو ان النيميغيغ ما كناخذوش كله. شحال كناخذ منه؟ اللي هو شحال؟ وكتبقى عندهم شي حاجه. داكشي اللي كيبقى شنو هو الكونت ديالو؟ 11 19 عقلوا لا، ديما 11 19 هو ديال داكشي اللي باقي ما خديتش. هذا الكونت تاع لي زابور، هذا لي زابور الكابيتال. مي هاد لي زابور بجوج عندهم ماليهم؟ الكونت تاع ماليهم هو 34 62. حيت انا هنا فاش درت لابيل راه درت ابيل لي زاكسونير، يعني مالي لي زابور، ابيل دوزيام كار. بمعنى الجورنال اللي درت النهار الاول شكون هما لي كونت اللي كانوا فيه؟ هذا ولا هذا؟ كانوا فيه لي كونت تاع لي زابور. مي من بعد ما كنحتاج دوزيام كار كنولي كنعيط على مالي لي زابور. دونك عقلوا عليها، هاد جوج لي كونت هما تاع لي زابور، ولكن هاد الكونت اللي هو 34 62 هو الكونت تاع لي زاسوسي اولا لي زاكسونير. المهم علينا، قلنا نهار كنسمعوا ابيل ها ليكريتور اللي كيكون عندنا. مي السؤال شحال هو المونطون اللي انا محتاج؟
هاي هي من ديك الشيمه اللي كنا درنا راه باينه شحال حنا محتاجين. الوغ المونطو اللي انا محتاج كنجي كنكتبو هنايا 55. شكون اللي يقدر يجيستيفي ليا هاد 55000 درهم بالحساب كي درنا ليها؟ هادي الشيمه درنا حنا غير بيناتنا، مي شكون اللي يقدر يجيستيفيها بالحساب؟ ملي كنقول يجيستيفيها بالحساب يجيستيفيها بلا فالور نومينال وبالنومبر دي زاكسيون، وهي اللي غتبقاو تخدموا بها من بعد. بون رجع نعاود معكم، الكابيتال شحال فيه من اكسيون؟ 4000. ولاش كينقسم هاد 4000 ل 1800 و 2200؟ واش هاد 1800 باقي غادي نهضر عليها؟ علاش؟ حيت خديناها النهار الاول. باغ كونتخ هاد 2200 اللي باقيين حنا فيها، هاد 2200 شحال خدينا منها النهار الاول؟ مزيان. شنو غادي دير هاد 2200؟ دونك البروف نهار ليكزام راه كيبغي الجيستيفيكاسيون ديال الكالكول، ما غاديش تجي تكتب لي 55 وتخليها بحال هكا، خاصك تجي تكتب لي هنايا 55 كي درتي لها مبينه هي 2200. هاي على حسب كيفاش غيكون 2200، عقلوا عليها، لي زاكسيون فوا لا فالور، شحال هي لا فالور نومينال؟ 100. مي هاد 2200 واش حنا باغيينها كلها ولا بغينا منها غير البورسونتاج؟ شحال هو؟ 25%. راه الا حسبتوها بالكالكولا غادي تعطيكم 55. دونك بحال هكا كتجيستيفي البروف اي فالور حطيتي. راه مادام ضربتها في 25% راه ولات 550. من الاحسن ما ديروش ديك هاي لا فلوت لاكسيون هي 100 درهم، وهنايا خدمت بالطوطال تاع لي زاكسيون، مي مادام ضربت هنا في هذا البورسونتاج تاع 25 راه هي ديك 550 اللي قلتي انت. مي من الاحسن شوفي خدمي بالطوطال تاع لي زاكسيون، عندك 550 لقيتي كديرها بوحدها في لوكا ديال الروتار غادي تروني. دونك فوا 25% فوا 25%، دونك نفس المونطون كيما. المهم السطر الاول سالينا منه ديجا خدينا، حنا دابا السطر الثاني امتى الفلوس غادي تجي؟ شحال عطيناهم اجل ديال شحال؟ 30 جور، يعني الاخر ديال الشهر اللي هو لو 30/3/2010. سهله، نهار كتجي الفلوس شوف شنو كدير، كتاخذ هذا الكونت اللي في الديبي وكتانوليه، يعني الا كان هنا في الديبي هنا فين غيولي؟ في الكريدي. والكونترول بارتي شكون اللي غيكون؟ لا بونك، حيت الفلوس ديما كيدوزو كونت بونكير. الو دوزيام كا، واش خدينا الفلوس ديالو ولا مازال؟ دونك هاد لي كريتور الاول والثاني كيبقاو متابعين، هذا ديال لابيل ما نساوش عفاكم ليبيلي، هذا هنا غتكتب ابيل دوزيام كا، وهنا ليبيراسيون دوزيام كا. بيسكو اننا سالينا من دوزيام كار دونك غنضرب على هذا. دابا شنو اللي محتاج؟ تخوازيام كار. الى احتاجيت تخوازيام كار اشنو غنمشيو نديرو؟ دونك لو 1/5/2010 درنا ابيل ديال تخوازيام كار، وقلت لكم النهار تسمع ابيل سوا كاتخيام سوا تخوازيام كنجيو نديرو هاد الجور. لا دات عفاكم 1/5/2010 قالوا لنا ابيل، دونك هنا غتكون 34/62 وهنا 11/19. شحال محتاجين ديال الفلوس؟ 55000. نقدروا عفاكم هنا في الليبيلين نبينوا الجيستيفيكاسيون ديال هاد 55 شكون هي؟ دونك هي 2200. شكون هي 2200؟ نومبر دي زاكسيون نيميرير ولا ناتور ولا توتال؟ هي النيميرير فوا 100 اللي هي لا فالور نومينال فوا 0.25. نهار اش كنتسنى الفلوس تجي؟ لا 35. شكون اللي غادي يجيب لي الفلوس؟ هذا هو الكونت ديالهم، دونك هما ما غيعطوا لك كريدي، والفلوس الا جات فين غتكون؟ لا بون. مي واش بصح جابوا لي 55000 كلها؟ لا جابوها ناقصه بشحال؟ ها
انت نوريك مناعه هي ساهله بلا ما تبقاو تكثر عليك. بشحال ناقصه؟ شحال هي؟ عطوا لي فلوس ديك 50 ناقصه. سلام. هات ما نشوفوا العمليه اللي غندير. هات كلشي انتبه معايا. شوف ديما كترد البال اون فوا كيكون عندك واحد لابيل وكيكون من وراها ليبيغاسيون، كترد البال ديك ليبيغاسيون واش كاين قبل منها شي روتار. بحال هنا كاين روتار ياك، شنو غتجي دير؟ بحال هكا غتجي تفتح قوس، غتاخذ نومبغ دي زاكسيون اللي هو 1200 وغتسول راسك واش هاد 1200 جات كلها؟ شحال تنقص منها؟ ها هي 50. داكشي اللي تنقص كنديرو هنا ونسد القوس صافي ونضرب فوا 100 فوا 0.25. دونك شحال؟ مزيان. دونك ردوا البال شكون اللي نقصت هنا؟ انا شنو اللي نقصت؟ العدد تاع لي زاكسيون اللي ما جاوش، مي كتسد القوس وتضرب 0.25. شحال عطات؟ هادشي اللي جا 53750. دونك شوفوا حنا شحال كنا كنتسناو وشحال جا، يعني هذا هو الروتار اللي وقع. نورمالمون على حسب ليكزيرسيس حنا الفلوس كنا كنتسناوها كلها تكون نهار 30/5، مي جاتنا ناقصة الكمالة ديال 55. متى غناخدوها؟ حتى ل 30/6. دابا تخيل معايا عند شي واحد عند داير شركة، واحد السيد تعطل عليه وما جاب ليه فلوس حتى ل 30/6، شنو هو الإجراء اللي ممكن يدير معاه؟ غادي يزيد عليه لي زانتيغ. بحال مثلا فاش كتعطل في الخلاص تاع المواد شنو كيديروا ليك؟ كيزيدوا عليك، باسكو مايمكنش يخليوك تجيب ليهم الفلوس في الوقت اللي بغيتي. الوغ شوف معايا ليكريتيغ اللي انا غادي ندير دابا كيكون فقط الا كان عندنا الروتار، الروتار ديال من ديال واحد من دوك لي زاكسيونير. يعني بحال مثلا هي بالشوفه هنا كيبان لك كنت هنا كنتي كتسنى تجيك 55، باغ كونت شحال جات؟ 53. الوغ نشوفو ليكريتيغ كيف غادي يكون. اول حاجه لا دات ديال داك ليكريتيغ شكون هي؟ هي 30/6/2010. عندكم شي واحد، هاني كنعاود، عندك شي واحد يتلف ويمشي لهاد لا دات هادي؟ هادي عندها علاقه ابيل بالكاتخيام كار. القانون كيقول لك ما عندكش الحق تدوز الفلوس قبل ما تكمل الفلوس اللي قبل منها، صافي؟ ما عندكش الحق تدوز الكاتخيام كار الا ما كملتي الفلوس ديال تخوازيم، وما كدوزش للتخوازيم الا ما خديتي، وما كدوزش للدوزيام الا ما ديجا ما خديتيش البرومي كار. بحال هكا كنمشيو. الوغ داك اللي تعطل علينا شكون هو؟ شكون هو؟ سي سان اكسيونير. شكون هو الكونت تاع لي زاكسيونير؟ اش كتلاحظوا انتم؟ ردوا البال، نهار لي زاكسيونير كيجيبوا الفلوس واش كيكونوا في الكريدي ولا في الديبي؟ دونك هو بما انه غادي يجيب الفلوس فين غيكون؟ كريدي. بيان سيغ الفلوس اللي غادي يجيب فين غيكونوا؟ في لا بونك. وهو جاي ما غاديش يجيب غير الفلوس ديالو، غادي يجيب معاه لي زانتيغي. الكونت تاع لي زانتيغي 73/81 صافي. دونك نعاود شنو درت. اول حاجه حطيت الكونت عادي بحال ما كاين حتى شي حاجه، والفلوس اللي غادي يجيب لي غادي تدخل لا بونك، مي ما غاديش يجيب لي غير داكشي اللي كانت سالو، غادي يزيدني لي زانتيغي للكونت ديالهم 73/81. اول حاجه شحال كانت سالو ديال الفلوس؟ بشحال هو تعطل؟ هنا عندك الحل، سواء دير هذه ناقص هذه اولا تجيستيفي البروف. كيفاش غادي تجيستيفي ليه؟ شحال عنده هو من اكسيون؟ 50. لا فالور نوميلا شحال هي؟ واش هو تعطل ب 50 اكسيون كلها؟ نو، هذا غير الربع ديالها، راه غير بالربع ديال 50 اكسيون، ماشي 50 اكسيون كلها، حيت هو فراس مالو شحال كله 50 اكسيون. 50 اكسيون راه قسمناها ليه على 4، الربع الاول والثاني والثالث بحال خوتو الاخرين. راه ما رديتش بال، علاش انا هنا سديت الاقواس؟ باش هاد 0.25 تحسب عليهم بجوج، راه حنت 2200 واش انا كنت كنتسناها كلها؟ نو، راه كنت كنتسنى غير الربع ديالها، كذلك هو راه تعطل ليا غير بالربع ديال 50 اكسيون، داكشي علاش انا ضربت 0.25. دابا هذيك 2200 ايه وهذاك الربع اصلا قسمه ديال كل واحد فيهم، ياك؟ اي لا، المهم حيت ما عرفتش انا شحال من واحد، المهم انا ديك 2200 كنتسنى منها الربع، ووسط ديك 2200 كاين واحد الربع ديال 50 ما جاش. انتما باش ما تعقدوش الامور
داكشي اللي تعطل به هو غديري 50% في 0.25. خصي كاع تلفي شوفي غديري هذا ناقص هذا، ولكن علاش ما ننصحكمش بها؟ تخيل معايا كانوا ثلاثه لي زاكسيونير دايرين الروطار وكل واحد جاب فلوس في دار، ما يمكنش دير هذا ناقص هذا. دونك عطيونا عفاكم لا فالور شحال؟ 1200. الوغ هادشي اللي كانت سالو مزيان، شوف واش غدير دابا عفاك تنتبهوا معايا. غادي تشدوا هاد 1250 اولا غادي تشد هاد السطر هذا وتعاود تكتبوا هنايا. دونك غادي تعاود تكتب 50 فوا 100 باش نزيدوا عليه دابا لي زانتيغ 0.25. شحال هما لي زانتيغ على حساب التمرين؟ شحال قالوا لنا 10%. هاي اي فوا بلاتي شحال هو المده باش تعطل؟ هذا ملي كنسولكم بشحال تعطل عندك شي واحد يمشي يحسب من لاضات ديال لابين؟ نو، كتحسب من لاضات فاش كانت خاص تجي الفلوس حتى لفين جاب هو الفلوس، من هنا حتى لهنا شحال؟ يعني غنضربو في واحد على 12. شوفوا شحال غادي تعطي، 10.41 صافي 10 دراهم يزيدنا. دونك الفلوس اللي غتدخل لابنك هو هذا زايد هذا، هي 1260.41. باين كي شنو درنا دابا؟ دونك دوزنا لابيل تخلصنا فيها يابخي تخلصنا في الفلوس ديال الروطا. دابا اش اللي بقى؟ بقات اخر حاجه ابيل ديال من؟ والليبراسيون امتى؟ واش كاين شي واحد تعطل؟ لا. دونك غيكون الجورنال عادي، الجورنال غادي يكون بحال هاد الجوج هادو ديال لابيل والليبراسيون ديال لابيل. ديال هذا الليبراسيون اكسيونير اون روتار، ليبراسيون دو لاكسيونير اون روتار. لا دات ديال لابيل 4 كارينتها هاي لو 1/8/2010. الفلوس انت غتجي 38 نهار كنسمع لابيل. شنو لي زيكريتور اللي كيكونوا؟ 34 62 11 19. شحال تاع الفلوس كنتسناو؟ 55000 اللي هو بحال برومي بحال دوزيام بحال تخوازيام. الفلوس جات فوقيتها ولا كاين شي واحد تعطل؟ دونك 51.40 34 62 55. كاين واحد الريزومي صغير قلنا في الشابيتر الاولى اللي هي الشابيتر ديال الكونستيتيسيون ديال لي سوسيتي. هاد الشابيتر كتنقسم لجوج، فيها الليبيراسيون توتال وفيها الليبيراسيون بارسيال. اكثر حاجه كيركزوا عليها لي بروف نهار ليكزام هي الليبيراسيون بارسيال. شنو هي الليبيراسيون بارسيال؟ هي دي اللي خدامين دابا، هي فاش كتسمع لي كلمه مينيموم ليغال برومي كار دوزيام كار تخوازيام كار اكسيتيرا. الليبيراسيون بارسيال فيها اربعه ديال الحالات. الحاله الاولى هي الليبيراسيون فافورابل، الحاله الثانيه الليبيراسيون روتار، الليبيراسيون اونتيسيبي، وكاين ديفاي. حنا على حساب الكور يلا درنا الليبيراسيون فافورابل. شنو كيقصد الليبيراسيون فافورابل؟ راه هو فاش كدير بحال هادي كدير ابيل وكيجيو الفلوس. الليبيراسيون روتار راه هي هادي اللي درنا دابا. اي باش نبسط لكم اكثر، ليبيراسيون فافورابل كيكون عندك جوج تاع لي زيكريتور متابعين. شكون هما هاد لي زيكريتور؟ فاش كدير ابيل شنو لي كريتور ديالها؟ كيكون عندك 34 62 11 19، ومني كتجي الفلوس كدير 51 41 34 62. ليبيراسيون اون روتار شحال من جورنال غادي يكون عندنا؟ كيكونوا ثلاثة. شكون هما ثلاثة؟ الأول والثاني راه هما هادو، غادي نعاودهم. يعني كتمشي أنت كدير لابيل عادية، ومني كتجي كتاخد الفلوس كتلقاهم ناقصين ولا زايدين؟ ديروا في بالكم أنت الروتار كتلقى الفلوس ناقصين، ملي غنجيو لونتيسبي غنلقاو الفلوس زايدين.
ملي كنلقاو فاني غندير هنا واحد الموال، دونك شنو كنقصد بهاد الموال؟ راه الفلوس ناقصين. ملي كيكونوا فلوس ناقصين شنو كنمشي ندير؟ كنبقى تابع هذاك السيد وكنتسنى حتى كيجيب لي الفلوس. ملي كيجيب الفلوس ها هو هو 34 62 كنزيدوا عليه لي زانتيغي 73 81 وهنا 51 41. دونك هاد الساعة كيما قلنا درنا فافورابل الروتار باقي لينا لونتيسيبي اي ديفايون.